الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية بتقارير المقررين الخاصين للمدافعين عن حقوق الإنسان والتعذيب، فقد أعرب المقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان فورس عن قلقه المتزايد حول صعوبة البيئة المحيطة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تعكس الحملة المستمرة على المجتمع المدني في البحرين هذا القلق. فمنذ أسابيع قليلة حضر الرائد والمدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب جلسة محكمة أخرى بتهم تتعلق بأنشطته السلمية في مختلف القضايا الحقوقية، حيث أنه يواجه عقوبة تصل إلى السجن مدة 18 عاما. وفي الوقت ذاته تواصل الحكومة اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان تعسفيا، منهم عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنجيس وناجي فتيل، كما أرسل آخرون قسريا إلى المنفى مثل زينب الخواجة. في ضوء هذه الأعمال الانتقامية المقلقة التي تتطلب المزيد من الاهتمام الخاص والمحدد لكل بلد، نؤيد بشدة اقتراح المقرر الخاص بتحديث تقرير عام 2006 عن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في 118 بلدا، كما نؤيد أيضا اقتراح المقرر الخاص المعني بالتعذيب وسوء المعاملة ميلزر بالتدقيق في حالات استخدام القوة خارج نطاق القانون، وخططه للنظر في اعتبار بعض الأسلحة وطرق إنفاذ القانون معاملة قاسية ولا إنسانية. ففي البحرين تستخدم القوة المفرطة على نطاق واسع وممنهج من خلال إطلاق الرصاص الحي والشوزن والغازات المسيلة للدموع من مسافات قصيرة لوقف الاحتجاجات السلمية، وهذه الطريقة يمكن بسهولها وصفها بأنها غير إنسانية وقاسية، وقد أدى هذا التصرف إلى وفاة العديد من الأشخاص بسبب استنشاق هذا الغاز. كما نشير هنا إلى إصابة الرأس الذي تعرض لها الشاب مصطفى حمدان الذي يرقد حاليا في العناية القصوى بسبب تلف في الدماغ، وكذلك فقدان البصر وهو حال الطفل مهدي السواد الذي أصيب إصابة مباشرة في العين. ختاما نسأل المقرر الخاص، ما هي مسؤوليات الدول المصدرة للأسلحة في ضمان؟ شكرا سيدي.